كل البرية تبتغي دوما هداها، تجلو الظلام وترتقي تلقي ضياها، تحلو الحياة بنور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات أضواء وأصداء. نعتذر بداية عن الانقطاع عنكم الحلقة الماضية، ونعتذر كذلك نيابة عن الشيخ عن 4 حلقات متتالية. الشيخ كان مسافر في عمرة في الحلقتين الأولى الحلقتين قبل السابقتين، ثم عاد بسلامة الله، لكنه كان مرهق في الحلقة السابقة والتي قبلها. يعود إليكم وإلينا فضيلة الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي ليتواصل معنا ومعكم في برنامج أضواء وأصداء. أهلا بفضلك. أهلا وسهلا، حياك الله. الحمد لله على السلامة. سلمك الله. معنا ومعكم أيضا مشاهدينا الكرام الأستاذ محمد حمدي، الباحث في مجال مقارنة الأديان. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بك أستاذ أشرف، وبنبارك لك بداية على الزواج، وربنا يبارك لك يا رب إن شاء الله ويرزقك الذرية الصالحة. الله أهلا مشاهدينا الكرام، يعني حلقتنا تكون ساخنة إلى حد كبير، لعل من اشترى جريدة الأهرام اليوم الأحد للشرط طبعا الأولى الآن، لعله يعني يطالع أو يتابع مقال الكاتب الأستاذ أنيس منصور، مقال مواقف في الصفحة الأخيرة، سيجد مقالا يخصنا بالدرجة الأولى، يخص قناة الخليجية أو يخص برنامج أضواء وأصداء، يخص فضيلة الشيخ محمد الزغبي. هذا المقال الحقيقة يعني أنا نقرأ عليكم النص تحديدا، لكنه فيه الكثير من الأخطاء التي يعني نقلت لم تذكر في قناة الخليجية، ولكنها فيها تدليس كثير. سنقرأ عليكم المقال ونبدأ في التعقيب مباشرة من فضيلة الشيخ محمد الزغبي. يقول في مقال الكاتب أنيس منصور، يقول الدكتور هنري أمين أنه استمع إلى قناة فضائية تسب الرسول والدين الإسلامي، وأخرى تسب الدين المسيحي، واتهمت السيد المسيح بالزنا. إنه قصور في الثقافة الدينية مع تعارض المصالح المادية، ولا يمكن لإنسان مثقف أن يسب الأديان السماوية. أنا مسيحي عاشق للثقافة الإسلامية، وليست الثقافة الإسلامية حكرا على المسلمين. وقد شاركت في محاضرة وسمعت الدكتور المفتي يقول لا يجوز أن يتحدث عن القرآن إلا المسلم، فأثار سخط الجميع، في حين أن الأزهر الشريف صرح لي بإلقاء محاضرة عن الحياة الجنسية السوية في الإسلام. ده كان جزء في المقال على لسان الدكتور هنري أمين، وهو طبيب مسيحي معروف. الجزء الثاني في المقال تقول فيه الأستاذة فردوس عطلة أنها سمعت بأذنها الشيخ الزغبي على إحدى القنوات يقول إن المسيح ابن زنا، وأنا وأنت، تقول لأنيس منصور، وأنا وأنت نعرف أن المسيح ليس ابن زنا، وأنا سمعت في قناة الحياة المسيحية طبعا أن المسيح جاء من علاقة جنسية بين الله سبحانه وتعالى والسيدة مريم العذراء، وأي واحد عنده معلومات عن القرآن الكريم يجد أن المسيح يلقى عظيم الاحترام، وأن السيدة مريم فضلها الله على النساء العالمين، ولكنهم لا يقرؤون القرآن ولا الإنجيل. وتقول كذلك لقد سمعت أحد رجال الدين الإسلامي يدعو على المسيحيين ويطلب من الله أن يصيبهم بكل الأمراض لمجرد أنهم مسيحيون. ويعقب الدكتور هنري في المقال، نحن يا سيدي في غابة فضائية يتصارع فيها الجهلاء. تعقيب الأستاذ أنيس منصور في نهاية المقال يقول له والله صدقت، فما يقال هنا وهناك يدل على الجهل وضيق الأفق، وأصحاب الآفاق الضيقة أغلبية، وهم أعلى صوتا من الذين يعرفون الحقيقة ويحترمون الاختلاف في العقيدة. هذا هو نص مقال أنيس منصور الصادر صباح اليوم صباح الأحد في جريدة الأهرام. نبدأ بالتعقيب. شيخنا يعني احنا ما بندافعش، بس احنا لم نقل هذا الكلام التي قالته الأستاذة فردوس، بس احنا هنترك لحضرتك الفرصة للتعليق. انا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا اخشى ان الرسالة اللي جت لي من نصراني وانا قرأتها على المشاهدين والمشاهدات تكون بتطبق الحين مع صحفيين ومع غيرهم، لاني نفس الكلام بتطبق معايا سواء على قناة يعني مغمورة من قبل السباب وكيت المتفق عليه في لعبة عشان تنزل على النت سب في الشيخ الزغبي، أو النهاردة بالنسبة للأستاذ أنيس منصور. يعني دي مسلسل متفق عليه تماما. أتدري يا سيدي أن من يدعي أو يزعم أو حتى يعتقد وإن لم يتكلم بأن المسيح زاني هو كافر، ومن اعتقد أن المسيح ابن زنا فهو كافر،
والأمانة العلمية لما القمص بتاعهم كان بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم قول لي ابن زنا وردوا علي، ثم أثبتت طهارة النسب الشريف لمحمد صلى الله عليه وسلم، قلت لهم أنتم الذين أخطأتم في حق المسيح وادعيتم أن في نسبه زانيات، وقرأت ذلك من كتبهم، ثم قلت وحاشاه فإنا لا نقول بذلك. أكرر مرة ثانية، قلت حاشاه وإنا لا نقول بذلك، لأن اللي يعتقد أن في نسب المسيح وأن المسيح جاي من زنا، بقول لك أنا بعلنها لك، كافر كافر كافر، فكيف للزغبي أن يقول هذا؟ السؤال الثاني الأستاذ أنيس منصور، ليه جاي فقط لاثنين نصارى؟ هنري أمين وفردوس عطلة، ما فيش واحد مسلم في المقال، ليه؟ حتى يذب عن الإسلام. الأمر متفق عليه يا سيدي، هذا الرجل يبين أنه عايش في غابة، يعني أن المسلمين صاروا كيت وصاروا كيت، أقسم بالله ما لنا ذرة حق من حقوق النصارى في مصر، أنا بحلف بها. لماذا؟ إحنا أمرنا في القرآن ببرهم والقسط إليهم، يا أيها الذين آمنوا، في قول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، وأنا بكررها في كل حلقة، إن ربنا أمرنا بالبر لهم والقسط إليهم. ثانيا، التاريخ يشهد بحسن معاملتنا لهؤلاء على أعلى درجة، بس إن الأمر يصل إلى سب ديننا وسب ربنا وسب كتابنا، ثم يبكي الواحد منهم لو رددنا ذبا عن النبي أو عن الكتاب، فهذا مسلسل قذر يشبه ما يفعله اليهود مع المسلمين تماما بتمام. عايز أوضح المسألة أكثر، أنا لا يهمني الظهور على الفضائيات ولا يهمني حتى أي شيء، بس هذا حق، إلا أنا عايز أقوله جدا، أنا برد على واحد وقلت في كل حلقة، يا جماعة والله لا صلة لنا بالكنائس ولا بالنصارى ولا بالقساوسة، فقط نرد على هذا الذي يسب النبي ليل نهار ويطعن في القرآن على فضائية، مش وحده، على فضائية تحمله مع دعم كان من كل الدول، أنا بقول برد عليه فقط، برد يعني حتى حرمنا الرد في بلدنا يبقى لهم الصوت وإحنا لا شيء، هذا حرام. الرجل يعني عشرات السنين بيطعن في الرسول علانية وجهارا، فأنا برد وبقول لهم إن أنتوا اللي قلتوا كذا في كتبكم، بس إحنا بنقول حاشا أبدا ما نتهم. يوم الأستاذ أنيس جايب هنا رأمين وفردوس عطلة فتقول إن الشيخ زبل إن المسيح ابن زنا، أعوذ بالله أعوذ بالله. المفترض أنا لو أعرفها أرفع لها قضية، والمفترض الأستاذ أنيس منصور لما أقر ده المفروض في شيء اسمه التثبت، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. القضية الوقت أنت بتكتب عمود في جريدة بتوزع على ملايين، المفترض أنت صاحب أمانة، كلمة ممكن تهيج وتولع في البلد، صحيح. أنت تثبت يا أخي، وبعدين لصالح من تأتي على دينك مع اثنين ثبت. طب ما أسهل أنك تدخل على النت وتجيب أضواء وأصداء وتشوف محمد الزغبي قال إيه؟ ما أسهل أنك تتصل عليا وأنا بين لك يا أستاذ أنيس، إنما أنك تشيلني المصيبة بالكلية وإنني لكذا ويبقى الإسلام هو المذبوح في كل مجال وأهله أذلة، ده والله ما يصلح، والله ما يجوز، والله ما يجوز. تعالى أنا قلت إيه بالنص، أنا لما بينت طهارة النسب الشريف قلت له أنتوا اللي قلتوا كده، بقول للراجل ده مش بقول للكنائس ولا للقساوسة، بقول أنتوا اللي قلتوا كده في اعتقادكم. بالنسبة للثمار أنتوا قلتوا إن هي زانية جدة عيسى، قلتوا على رحاب زانية حسب سفر يشوع الإصحاح 2 عدد 1، إنما ثمار إنجيل متى الإصحاح 1 عدد 3، قلتوا على رعوث إنجيل متى الإصحاح 1 عدد 5، قلتوا على بث شبع، قلتوا على في إنجيل متى الإصحاح 1 عدد 6، إنما قضية اللي أنا قريته من عندكم أهو أهو في تفسير الكتاب المقدس للمؤمن العهد الجديد الجزء الأول الدكتور ويليام ماكدونالد صفحة 28 قال وهنا خصائص كثيرة هامة في هذا السجل، على سبيل المثال وفي هذه الفقرات بالذات ورد ذكر أربع نساء، ثمار ورحاب ورعوث أهي وبيث شبع وهي التي زوجة لأوريا، ولما كانت النساء نادرا ما يذكرن في قوائم تسلسل الأنساب في البلاد الشرقية فإن تضمين أولئك النساء هنا يعتبر أمرا مدهشا جدا، فاثنتان منهن ساقطتان، هو اللي بيقول شحنة ساقطتان وهما ثمار ورحاب، وواحدة ارتكبت خطية الزنا وهي أهي بث شبع، واثنتان أمميتان وهما رحاب ورعوث. رحاب طبقا لما جاء في حسب سفر يشوع إصحاح 2 عدد 1، بالنسبة لرعوث اللي قال هذا الكلام جوناثان كيريتش، جوناثان كيريتش في كتابه حكاية محرمة في التوراة، يبقى بالله وأنا قلت حاشاه